السلام الله عليكم أصدقائي ومتتبعي قناة سكويلات. اليوم إن شاء الله on va mettre l'exercice page 11 où le cours c'est repérage dans l'espace. Le repérage dans l'espace. Et d'un dîmen, هذا هو العنوان où les questions اللي كيتعطاونا هنا خاصنا نحفظوهم. On va prendre par cœur هاد les questions هذه. Pour apprendre le français, il faut prendre les questions par cœur. Il y en a par cœur. Et dans la question d'Yana, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, au-dessous, dessus, dessous, au-dessous, au-dessus. Hadi fawqa. فوق باللغة العربية أو دسو هي تحت تحت فوق وكذلك تحت. إذن إيسي عندنا إن أفيون وهنا عندنا إن نياج وهنا عندنا إيش لو كانار. إذن عندنا طائرة سحابة وكانار وزة. إذن لافيون إي au-dessous de nuage. L'avion au-dessous de nuage. يعني فوق السحاب. الطائرة فوق السحاب. L'avion est au-dessus de nuage. مزيان. Le canard est au-dessous du nuage. Canard مالو تحت أو لا أسفل يش السحاب. تحت السحابة أو لا أسفل السحاب. مزيان. إذن شنو هما اللي عندنا مهمين؟ عندنا او دوسو عندنا او دوسو دو وعندنا او دوسو دو. مزيان هادو هما اللي مهمين عندنا هما اللي غادي نشوفو في لي كيسيون ديالنا. إذن نمشيو نشوفو كيسيون نيميرو 1. إذن كيسيون نيميرو 1 كولوري les oiseaux qui sont au-dessus de fil. شنو قلنا على dessus هما فوق dessus هما فوق le fil هو الخيط هذا الخيط ديال الكهرباء هو le fil. إذن colorer les oiseaux qui sont au-dessus de fil. إذن فوق غنديروا لهم كولورياج هما هادو غنديروا لهم كولورياج تاعنا غنديروا لهم كولورياج هادو هما او دوسو او دوسو يعني فوق لو فيلي هما فوق الخيط فوالا. مزيان دابا ولينا كنفهمو شنو معنيات او دوسو شنو معنيات او دوسو. اذا بارابور لي زوطخ جون الناس اللي كيشوفو في الفيديو راه هاد الفيديو هادي يمكن لك تعطيه لولدك كيف ما كان المستوى ديالو باش يستافد لان كرونومات راه ديال بريمير اني بريمير ولكن راه غيستافدو منو تا البريمير اني سكوندير تا الناس ديال السابعة الثامنة يقدو يستافدو لأن هاد لو ماتيماتيك هو مزيان مزيان. إذا نمشيو لا كيسيون نيميرو دو كولوري لي بابيون كي سون أو دوسو دو لا لين. هذا هو لا لين هما لي بابيون لي بغاو منا هما فين او دوسو يعني اسفل اولا تحت لالين. اذا غادي نكولوريو هاد لي بابيون. اذا هادو هما لي غنديرو لهم كولورياج او دوسو او دوسو او دوسو هي اسفل او دوسو هي فوق صافي مزيان تحت فوق او لا اسفل فوق مزيان. هادو هما اللي مطلوبين لينا لانهم تحت لو فيل تحت الخائط الحيط الخيط سي با الحيط ولكن الخيط اللي هو لالين. مزيان اذا انتوما وليتو كتعرفو تكولوريو مزيان. كولورياج راهو فن الناس راه كيقراو خصنا نتعلمو حتى حنا اي حاجه خاصكم تعلموها.
مزيان. فوالا، إذا سالينا إكزيرسيس نيميرو دو، غادي نمشيو لإكزيرسيس نيميرو تخوا. إذا تخوا ديسيني أون أباي أودوسو دو لا فلور. إذا هنايا مطلوب منا أننا نديسينيو أودوسو يعني فوق، ومن بعد ديسيني أون كوكني كو سينيل أو دوسو دو لا فلور. كوسينيل هما اللي كنقولوا ليها حنايا، اش كنسميوها هذه، الدعسوقة. صافي هي كونسينيل، هي الدعسوقة. نبداو غادي نرسموا نحلة، حنا ما عارفينش نرسموا نحلة، نديروا مثلا حنا لاباي عندها ودنين، دايرها هكا لاباي، نحلة عندها جناح. إذا لاباي غادي نديروها، غادي نرسموها فوق، بلاتي غادي نرسموها فوق، ماشي مشكلة، هي فوقها لاباي. مزيان، ها هي لاباي، لاباي رسمناها فوق هذه لاباي النحلة، والدعسوقة غادي نرسموها تحتها. إذا الدعسوقة، الدعسوقة دايرة بحال هكا، دي ما عرفتش الدعسوقة، دايرة الدعسوقة بحال هكا. باردون، ما عندهاش هذا، ولكن عندها التعسوقة معروفة باش نديرو لها لي فيل ديالها، رجلين، نديرو لها العينين، نديرو لها كاغوات كحلين. إذا التعسوقة دايرة بحال هكا، هي كتكون اون كولور جون. فوالا، إذا المهم سالينا ليكزارسيس ديالنا، تبارك الله عليكم، كنتمنى انكم استفدتم مزيان من لوكور. ما تنساوش انكم تابوناو قبل ما تخرجوا من لاشين، ديروا واحد لايك تحفيزي القناة كيهمنا بزاف، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء باش تعم الفائدة. اذا